سي بن محمود فين وصلتوا في التدريب؟ تنظن بين الاستعدادات الحمد لله غدا يعني في على قدم وساق يعني كل شيء مزيان مساكنين شتا ناكلوا الاجواء كي دايرين الظروف فاش كترينيو؟ الامور كلها طيبه تنتسناو البدايه هي غتكون اليوم بالنسبه لكوت ديفوار وكذلك تنتسناو البدايه ديال المباراه الاولى ديالنا اللي تعطينا خريطه الطريق ديالنا ان شاء الله الكاس. عرفتي شنو بغى الشعب المغربي؟ فتنظن بانه الحمد لله كنا لحنا لانتوما عارفين المهمه اللي جايين ليها لهذه البلاد هذه. شوف ادينا ليها ما بقاتش اعطار بيناتنا خصنا نديروا الجهد ديالنا واكثر من الجهد ديالنا باش نجيبوا ان شاء الله هذا اللقب. ايوا سيدي حنا معاكم وكنتسناو. تنظن هاد اللاعبين مثل ما فرحوا المغاربه في كاس العالم اللي نافسناهم اليوم غنافسوا اكبر المنتخبات في افريقيا ما نقولوش حنايا هما الناس اللي الاحق باللقب لان الاحق هو اللي يجتهد هنايا في العمل في الملعب. اتمنى من الله اننا نكونوا هما الاحق بالعمل والاجتهاد.